هل الصحيح هو حديث كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي، علما أن الحديثين صحيحان؟ طيب إذا الحديثين صحيحان شحق يقول هل الصحيح هو حديث كذا حديث كذا؟ والله الذي تميل إليه النفس أن الحديثين ضعيفان. يعني حديث كتاب الله وسنتي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ضعيف. وحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أيضا ضعيف. لا هذا ثابت ولا هذا ثابت أبدا، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كتاب الله وأمر بالتمسك به، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله فقط. وحديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم كذلك، وفيه فأمر بكتاب الله وذكر به وحث عليه، ثم قال أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي. فحديث تمسك بكتاب الله والعترة ضعيف، وحديث تمسك بكتاب الله والسنة ضعيف، كلا الحديثين ضعيف.